رايك بالقهوة؟ القهوة عجيبة. صدق؟ عجيبة بصراحة. طبعاً أنا أحب أشكر الأستاذة الكاتبة نجاة الحشاش، وعدت ووفت بوعدها. أي والله ما قصرت. قالت راح أجيب قهوتي وراح أجيب الجيمات. ما يعني بصراحة أحرجتينا وقهوتي مثل ما يقولون تقند الراس، تقندت راسي وما أدري شلون بقدم، بخلي التقديم على حلو. راح نتواصل معاكم مع احلى قهوه من الاستاذه نجاة الحشاش، نشكرها مره ثانيه اللي قدمت لنا الحلو الجميل وايضا القهوه اللي تقند الراس على قولة زميلتي حصة. ونتواصل معكم. شنو هذا؟ هذا بعد نشكر كيك ديستريكت كيك ديستريكت على الغبقه رمضانيه حصة اللغاني ومحمد الوسمي، اسامينا موجوده. اي والله يعني يعطيك الف عافيه على الكيكه، وايد شكلها حلو، واليوم شكلنا عقب الغبقة راح نطب فيها نسبح نسبح. نشكرهم طبعا سويت سور يعطيهم العافية، همدازين اليوم ورد وفراولة. الفراولة عندهم لذيذة والله، لذيذة صدق لذيذة كبير وفرش. واحنا قاعد نتحكي عن الأكل وهذا الموضوع وايد غلط، ونتحكي عن السويت والأكل والحلو، ومعنا دكتورين نوريد أخصائيين تغذية يعني مو عاجبكم الحكي. أنا بالعكس. لا احنا نحب يمكن أكثر منكم. صدق والله؟ اي والله. زين نرحب فيكم أستاذ أحمد ليري وأيضا الأستاذة بشاير البدر في غبقة رمضانية جديدة على شاشة تلفزيون دولة الكويت. مساكم الله بالخير. وش رأيكم بالحلو اللي دايم أنا أحصل؟ الفراولة أنا أدمانها. إدمان. هو شر لابد منه. اي والله. سويت سور مو طبيعي. صراحة الفراولة هي بشكل عام لما تنقط بالكاكاو خيال. والكاكاو رئيس الجيمات طالعها من طرف عينك. شخبارك؟ ما نسولف بهالموضوع. ليش؟ خطر. ليش؟ ليش؟ لا لا. لا أمانة يمكن أنا قاعد أقول برمضان العادة السايدة إن إذا وزنك ثبت الحمد لله نقول. حرام يعني عليك. لأن زيادة الوزن عادة ما تكون في كل واحد. أحمد إذا بتحط صينية متروسة تشري هالكثر حلو. أنا بالنسبة لي في رمضان أسهل شهر الواحد ينزل. يضعف؟ يضعف. أنت 16 ساعة مو ماكل يا جماعة، يعني هذه الأكل اللي بتاكلها لو شنو بتفتح ما تقدر تغطي يمكن حاجة جسمك. بس أستاذة بشار دائما تكون في نصائح وأيضا تحذيرات أو تنبيهات لشهر رمضان، دير بالكم من الحلو، دير بالكم من الأكل الزايد. ليش؟ لأن في ناس يعني مثل ما قالت يغوصون بالحلو، عرفت شلون؟ فهذه المشكلة. أما اللي بياكله شوية ما راح يزيد وزنه، بس أحمد اللي بياكل وايد شيء طبيعي. في فرق يعني احنا لما نقول هذه احنا في العديد من البيوت هذه ما تعتبر ترى صينية الحلو، هذه ربع صينية. وبعدين في كولكشن اكبر. هذا في كولكشن اكبر يلحقها. هني الخطر يبلش. لا انا قاعد اقول يعني احنا من بعد الفطور عندنا مفهوم خطا اللي هو لا يوقف. بالضبط. ان احنا مو عايشين عشان ناكل، احنا ناكل عشان نعيش. صح. صعب نقول هالشيء يعني اتوقع بمجتمعنا هو احتمال يعني العكس. فعشان كذي احنا يعني ممكن نعطي النصايح بهالسوالف انه عادي تقدرون تاكلون بس بكميات معينه. حلو حلو كلام جميل. الفكرة. يعني ما شاء الله شاب جميل وايضا شابه جميله وصحتكم الجميله. بوريك شيء ما راح تصدقين. شنو بتوريني؟ طبايا. سعود عطنا الصور وضيوفنا خلينا نشوفهم قبل شنو كحل. هذه بشاير البدر تشوفون. هذا مو مصدق ما شاء الله. والله انا نسيت اصلا يعني خلاص الواقع المريض. هذا انت؟ هذا انا. لا لا هذه ضيفتنا اللي موجوده. اي والله حطيتها انا على الانستغرام. من اول صوره للحين اليوم يعني حتى الحين اضعف من 2014. اضعف بالثلاث صور انت. اي يعني اقل يعني من 20 لليسار. اول شيء اليمين صح؟ هني اي هني كنت انتن ما يمكن. المرحله الثانيه 10 كيلو اقل. حصه اقول لك شيء، حصه اقول لك شيء. 2012 وفي 2013 وفي 2014 والحين 2015. الحين 2015 ما شاء الله. 2015 2016 مخلصه. مختفي ادور. 2016 مخلصه. لا 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 بس خلاص محافظ على الوزن. حلو حلو. انا يعني صراحه اشكر جرأتك انك طلعتي صورك القديمه عشان الناس يتشجعون. يا سلام. بس طلع فضايح احمد. نشوف احمد سعود. عطنا احمد. احمد اي مستانس. خوش اخصائيين تغذيه. اوه شنو هذا؟ هذا الكرش. هذا اخوي التوم. التوم اي ما شاء الله. ماكل اكلك ها؟ اي والله هني هذه ايام الدراسه بامريكا واتوقع على سنه 2005 لا 2006 هي 2006 2007. حلو. هني توني مبدل تخصص
فكنت تدرس من طب اسنان متختخ لتغذيه وشوي دشينا في المجال ودشينا في ضروره. كم كان وزنك ذيك السنه؟ الماكسيمم اللي وصلت 110. هذا التوب. هني مو 110، هني يمكن اتوقع 90 95. بعد في ال 110 ما كنت ارضى يصوروني. ما كنت ارضى نهائيا. الواضح ان انت قلت لي 20 كيلو نزلت. اي انا وصلت اعلى شيء 72 كيلو. 72؟ 72 ونزلت. ما عندي مانع اقول عادي. 20 كيلو. بدون عمليات؟ بدون شيء؟ طبعا بدون. لان بدون. هذه شغلتنا احنا، نبي الناس يعرفون ان ترى ما يحتاج الواحد انه يسوي اي عمليه، عرفتي؟ وخاصه يعني انا قصيره، فلما تيين يكون وزنك بوزني السابق الناس ممكن يقولون الحين على الهوى لاش دعوه احنا بالثمانينات، ترى الطول القصر يعني مشكله، الكيلو يبين عليها 3 كيلو. بالنسبه لك؟ انا حصه كنت 110 نزلت لي 70 طبعا. دايت كان، بعدين الله يسامح اللي يشتغلون وياي قالوا لي وايد ضعيف ولازم ترد تزيد، ووصلت الحين على 80 85. شكلك انت اللي قلتي له. لا هو لا، بالعكس انا اشجع الرشاقه، بس لا يعني احنا نقول له زيد عضل مو زيد دهن. وهذا اللي سويته، يعني بلش حديد لعب حديد اكثر. زين بس انا اقول لكم اللي يضعف يصير فيه هوس من انه يزيد وزنه. صح. فممكن ينزل وزنه بدون ما يحس، ودائما يصير عنده يشوف نفسه متين. صح. مهما يضعف، لانه عنده سايد افكت وفكر سلبي على الكيلو والكيلوين اللي ممكن. عشان كذي دائما نقول لهم لا تسوون العمليات. ليش؟ عشان الفتره اللي انت قاعد ينزل وزنك فيها هذه يبتدي المخ يتغير تفكيرك على الاكل. وانا اختلف في وايد حالات يصير فيها الانوركسيا اللي هي الضعف الشديد، او اللي هو الشيء الثاني اللي يسمونه البوليميا اللي هلو. ما قاطعكم بس انا اختلف في هالنقطه بشغله واحده، ان الهوسي من اللي يسوون رجيم. ان تلاقين الواحد يحرم روحه من الاكل بكميه كبيره، يبدي ما ياكل، يطوف عليه يوم كامل مثلا يشرب ماي وسوائل فقط ليوم كامل. حلو. هذيل الاشخاص بعد زين. فتره راح يصير عنده خوف من الاكل. زين. ولكن اذا ضعف روحك برياضه. حلو حلو استاذ احمد. الحين عندي سؤال، انت رحتوا درسون برا طب اسنان، شو اللي عجبكم حولتوا تغذيه؟ ليش؟ وليش اثنيناتكم ليش مشاهد نفس التوجه؟ يمكن قصتنا شوي تختلف شوي، بس المتشابه فيها ان اثناء الدراسه في طب الاسنان انا شخصيا صار لي ظرف مع ما بين يعني حتى الله يذكره بالخير الدكتور حسن نصر الله، كان هو الملحق الثقافي في امريكا، قبل فتره شفته بالنادي، فقلت له دكتور انا ايام قبل انتم جيتوني قلتوا لي لازم تحول غير طب الاسنان، وكنت متنرفز من هالشيء ومو عاجبني هالشيء، وان انا بدراستي ماشي زين ليش خلتوني احول؟ ولكن يوم اليوم لما اطل على حالتي قبل والتغيير اللي صار في حياتي والمجال اللي دشيته واللي صار في حياتي خلال الفتره هذه، شفت الدكتور قلت له اليوم المفروض ابوس راسك انك خلتني احول. ليش قال لك لازم تغير لازم تحول لتخصص؟ كان في عدد معين من الكراسي تقسم على عدد معين من الطلبه، فكان في طلبه اكثر من يعني خلينا نقول اكثر من الكراسي. حلو. صار بشاير كانت سابقتك. بشاير لا بولايه ثانيه. بولايه ثانيه ميامي. كنت لا انا بديت ببوسطن ماساتشوستس. وبعدين انتقلت الى ميامي فلوريدا. كنت طب اسنان بعد؟ كنت طب اسنان بس ما كان هو اصلا التخصص اللي انا ابي، ولكن انا واحده يمكن احمد يعرف هالشيء دريسه، فلما تيجي تتخرج عندك الاهل يبونك تاخذ اصعب تخصص. انا لو اقول لكم التخصص اللي كنت ابي ادرسه يمكن تنصدمون، كنت ابي ادرس علوم سياسيه او اللي هو سياسه انترناشونال ريليشنز وعلاقات دوليه. حلو. او هندسه معماريه، واحد من هالاثنين. حلو. كان يقولون البعثه فيها بس هذه التخصصات، شنو تبين؟ كان الوالد والوالده قالوا لي ما تروحين الا اذا كان اللي هو اصعب قبول. شنو هو؟ قلت لهم انتم ما تبوني اروح ادرس بامريكا؟ كانوا يعني حاسين ان هم يعني ها لا يبوني يرغبوني بالدراسه بالكويت. كان يقولون اصعب قبول، اصعب قبول على دفعتي كان اللي هو طب الاسنان. فسجلت طب الاسنان بس. وبس زين لما رحت هناك درست قبلوني طب اسنان. زين شلون قدرتي تقنعين الوالد والوالده؟ هذا ما كان في الامانه، ما كان في اقناع، كان في شويه يعني مجازفه ان على ارض الواقع. قدام الامر الواقع. اي استاذ انت قلتي بغير تخصصي؟ قلت لهم ابي اغير التخصص، وانا يعني احب الاكل واحب الطباخ، ويعني ما بيكم تحسفون، يعني ما بروح ادرس طبخ، راح ادرس تغذيه، بيكون قريب من شو اسمه. هذه قصه على السالفه. هو حصه يوم سالت بشاير قالت لها انت كنتي بميامي بوستن وراحت ميامي. حلو. اذكر وانا ادرس بامريكا جت فتره انه خلاص انا لازم احول ولايه.
انا كنت ادرس بنبراسكا بأومها نبراسكا. حلو. ووصل خبر انه لازم احول تخصص، فقالوا لي راح نوديك كاربنديل الينوي، يعني بالضبط على اساس اشبه لكم الوضع، من مزرعه مو كشخه لمزرعه ارده منها. فوصلني خبر ان بشاير رايحه من بوسطن لميامي، فكنت 24 ساعه طالع ربعي اقول لهم شوفوا شلون ليش بنيه طلعوها من بوسطن وودوها ميامي. احمد ما له شغل، وانا طلعوني من نبراسكا وودوني الينوي. ما له شغل، انت تقدم ما له شغل، قبول الجامعه نفسها ما له شغل صدق. إيه انا مشكلتي انه صار كل شيء بسرعه سرعه، ان تحويلي من جامعه لجامعه ثانيه خلص. هو تلاحظون ان كل الاشياء هذه سبحان الله تحس انه قدر لك ومكتوب في تحديد مسارك، يعني مثل ما تقول انا رايح كذي، في اشياء ما انها تسحبك. يعني انا بعد شيء نفس الشيء، كنت بعيده عن مجال الاعلام، درست متخصص ثاني، لكن قدري بالنهايه يسحبك صوبك. انا اتفق معك لانه وايد احب شغلي، وايد يعني على قولتهم باشنت بمجال التغذيه، يعني عشق، عرفتي؟ فاؤمن بهالشيء. وتعلمنا كلمه خيره، على اهلنا علمونا هذه، اللي يصير لك خيره لك من رب العالمين، والحمد لله. الحمد لله. زين احنا الحين في ايام رمضان حلوه بالكويت، رمضان بامريكا شلون كان؟ والله مأساة. انا اتوقع انا برمضان انا ما كنت اعرف اكسر بيضه، اقول لهم رمضان لو ما تغربت ما تعلمت اطبخ، تعلمت اطبخ بامريكا. انا ودي اسال سؤال، يقولون اللي يسوي دايت لازم هو يطبخ اكله، هل معلومه صحيحه؟ هي مو شرط ادري، بس يقولون صحيا احسن، علشان انت عشان عارف شنو اللي هناك او الشيء اللي تبيه، انت اشرف على عمليه الاكل اللي انت قاعد تسويه. هو بالكويت انا اشوف يعني وايد سهل ان الواحد في احد قاعد يطبخ له، فلو انت تقدرين توصين عدل على الاكل عادي، بس الواحد حلو لو عنده نفس الطباخ، وايد احلى لو هو اللي يطبخ. حلو. حلو. نفس الوقت ترى بالكويت اليوم في وايد خيارات صحيه برا البيت، بس الواحد لازم يفتح عينه على هالخيارات اكثر ما يفتح عينه على هالخيارات. حلو حلو كلام جميل. استاذ احمد بالسؤال اسمح لي، عفوا المقاطعه، يعني انت الحين الفتره الزمنيه نزلت فيها 40 كيلو، كم المده بالضبط؟ سنتين بالضبط. لا انا زين، ما راحتي فوق راحتي. هل يشترط مثلا انا اذا كان وزني لا سمح الله كبير عود لازم استخدم رجيم القاسي، ولا في نظام غذائي معين؟ والله شوف محمد، انا اقول لك عن نفسي تجربتي الشخصيه مع الرجيم، انا في عز الايام اللي مسوي فيها رجيم، في عز الايام قاعد اكلمك، يعني انا ذابح روحي ذبحه. لا في ايام كنا نخلص مباراه كره، لان حولت بلشت العب رياضه اكثر وبلشت العب في فريق الجامعه، ففي ايام كنا نخلص مباراه نشيل شلايلنا سيده على مكان يبيع كوكيز، نشتري جار كوكيز ونجابل هالجار قلنا يخلص بعدين نرتاح. انا يمكن عندي تنويه صغير على هالموضوع، ارتفعت في فترة من الفترات نسبة السمنة عندنا بالكويت بشكل وايد ملحوظ، وزادت نسبة المطاعم لدرجة أن دول الخليج كلها يتحجون عن مطاعم الكويت أن أحلى مطاعم وأروع أكل، وعندكم التست هذا اللي أنتوا تسوون أكلاتكم وخلطاتكم بروح. يعني في ناس تتعنى علشان مطاعم، سياحتنا صارت المطاعم اللي عندنا، فما حد يسوي رجيم لما يجي الكويت. صح. فالحين انا اشوف اختلاف في شبابنا اللي هم قاموا يلعبوا الرياضه. صح. قاموا البنات كلهم فاشينيستات ما شاء الله، وكلهم اجسامهم حلوه، وقاموا يلعبوا الرياضه ويشاركون في حملات توعويه للماراثونات واللعب الرياضه، النوادي صارت مليانه بنات. احنا من زمان كاخصائيين تغذيه لما كنا نقعد نسولف نقول ودنا لو تبتدي تصير هالتوعيه موجوده، نبي نشوف الناس بدال ما يقولون انت وين بتروح اي مطعم، يسالون انت اي نادي مشترك. فوايد انا مستانسه ان هالشيء قاعد يصير الحين، عرفتي؟ يعني على قولتهم صجنها هبه، بس هبه مفيده. حلو. احمد ليني بعد مسوي واكاثون انت الايام هذه؟ مو هالايام، احنا صار لنا في الواكاثون 6 سنين. 6 سنوات. هذه السنه السادسه. السنه هذه بلشنا فيها بسنه 2010، وكانت فكره السنه مسويني كل عمرنا من 2010 ل 2016 في 360. حلو. انا بخليك تسولف ومتحكى في الموضوع الواكاثون اكثر واكثر، لكن بشوف لقطات مع مشاهدينا وراجعين مره. طبعا شكرا زميلنا خالد على التقرير الاكثر من رائع. طبعا واكاثون من اروع الاشياء اللي صارت ب 360، هذا اخر واحد. هذه السنه السادسه. كان صار لك 6 سنين. 6 سنين. انزين على مدى 6 سنين شلون بدا؟
والله شوفي الحصه للامانه بدايه الوكاثون كانت 4-5 اخصائيين تغذيه قاعدين بمكتب قاعدين يسولفون. حلو. اكيد بشاير وياكم. بشاير جتنا السنه اللي وراها، كانت للحين مو متخرجه من امريكا. فاحنا قاعدين نسولف قلنا ليش ما نسوي شغله ان نبين للناس ان احنا نلعب رياضه، شوفونا نلعب رياضه، تعالوا معنا شاركونا، خلونا كلنا نتشارك الرياضه مع بعض. فبلشنا في سنه 2010 اول يوم قلنا خنروح حق مراجعينا بس اللي بالعياده، ما اعلنا ولا شيء، قلنا اللي راجعون عندنا قلنا لهم تعالوا بنروح مارينا كراسنت نمشي برا. في اول يوم مشي قمنا نشوف ناس تتوطح من الحار واللي يطيح واللي خلاص بفطر وعطشت، شفنا ان الوضع صعب تقبله. دورنا مجمعات تكون مفتوحه خلال فتره اللي بنمشي فيها، ما حصلنا للامانه، اغلب المجمعات بالكويت كانت تسكر. فقلنا مجمع 360 فاتح ومدور فيصير كنا تراك للمشي، وبنفس الوقت قريب يعني مكانه، يعني شريك استراتيجي لقيته بالضبط. جينا قلنا خلنا نمشي، واللي فيها فيها، طردونا طردونا خلونا خلونا. حلو. مشينا بعد تقريبا 3-4 ايام نزل السكيورتي مال 360 وبلغنا ان اداره المجمع حابه تتعرف عليكم وحابه تكلمكم. رحنا لهم وللامانه ما حصلنا من هذا المجمع غير تقبل غير طبيعي وسند لنا في الخمس سنين او الست سنين اللي طافوا، انه يا جماعه المجمع لكم، نبيكم بس تنظمونه بحيث ان الناس ما يدعمون. حلو. لا يصير في زحمه في اماكن معينه، لان انتم مثل ما شفتوا قبل شوي في ناس يتمرنون ركض، في ناس يلعبون تمارين ضغط ومعده. وفي هالسنه يبنى مثل 15 قاري وسوينا سبيننج كلاس داخل المجمع. ما شاء الله. بالضبط. ما شاء الله. وفي ايام تصير مسابقات كنز مفقود ومسابقات رياضيه و... صحيح. جانب ترفيهي. امانه اداره المجمع جدا يعني مثل ما يقولون ترحب وتساهم وتساعد ومتعاونين جدا. للامانه كل الشكر لاداره هذا المجمع على وسع صدرهم معانا. احنا بعد مستضيفين. أيوة بالضبط. ووفروا لنا صراحه اللي ماكو مكان ثاني وفرنا اياه. اكيد. بس بسالك سؤال، شلون التقيت بما انك بلشت من قبل 6 سنوات أو 5 سنوات، شلون التقيت بالاستاذ بشاير؟ بشاير اول مره انا شفت بشاير في حياتي، هي طبعا في شغله في شيء الناس ما يعرفون عنها، هي ممكن مو محطه بالها ان بقول هالشيء. شنو؟ احنا ما التقينا في الدوام. اوكي. كنا ندرس بامريكا مع بعض. قبل لا تقول لهم السالفه، لما قال لي سالفه تالي عقب ما اشتغلت كان اقول له هذا انت؟ حتى مو مستوعبه. يعني انت كنتي مو ذاكره حتى مو ذاكرة هو الشخص اللي التقيتي فيه بامريكا. بشاير كانت في سنه 2006 2007 كانت نازله انتخابات في اتحاد طلبه امريكا، كانت عضو في الهيئه. ما شاء الله علينا البنات غير. ففي يوم الانتخابات طلعت والقت خطاب. حلو. للطلبه ان يا جماعه صوتوا حق القائمه الفلانيه. حلو. من ضمن الخطاب بشاير كانت تقول ان انا سالت ابوي سالني بشوره ليش تعطين هالقائمه؟ فاحنا من ذاك اليوم ربعنا في الولايه كان عندنا كل ما نشوف صوره بشاير بدر تطلع بالانترنت نقول اخ بشوره طلعت. بشوره تلقائيه طلعت وثبتنا عليها بشوره. بشوره. فيوم من الايام في سنه 2010 انا قاعد بالعياده اطلع من مكتبي اشوف ولا بشوره قدام انا عشان شو اسمه وبشوره جايه تقدم على الوظيفه. فقلت لها انت جايتنا ليش؟ بشوره. فقال لي سالفه عقب ما اشتغلنا كان يقول لي، ومو بس كذي ما كملت بعد نسيت سالفه، قال لي هو كان بيحول من تخصص لتخصص. صح. فاحنا نكلم الطلبه اللي عندهم استفسارات نساعدهم وكذي، فجايني طالب يسالني ايش كثر كان صعب زي شلون التحويل، وبس يقول لي جاوبتيني وقلتي لي وانا غيرت تخصصي. انت ماسكه الجانب الاداري الطالب الاداري مع الطلبه المستجدين وهالسوالف. فقال لي انا سالتك ما تذكريني، كان اقول له الصراحه يعني تبين ما اتذكر ولا شيء ما كنت مذكرتها، بس يعني ما شاء الله اشتغلنا مع بعض. في الانشطه اللي تقدمونها كان في بينكم تعاون بين بشاير وبين احمد؟ اي فتره الدوام على طول احنا كنا تيم واحد. حلو. فيعني على طول الانشطه كانت مع بعض احنا. زين زين احمد، شو اللي يميز بشاير بالشغل؟ اللي يميز بشاير بالشغل انه تشتغل غيره. يعني انا في وجهه نظري ان اغلب ال في صوره المجتمع ماخذها عن العنصر النسائي ان
اقل شغل تدور اجازه ما تشتغل وايد تبي ترتاح الحين تستانس حصه اللي شفته وياها عكس هالكلام لا اكيد استانس لان انا بعد احب شغلي يعني للامانه تضحك ما لا امانه يمكن خليني اتكلم جد الواحد اذا حب شغله يعطيه من قلبه لان يكون متعته في الحياه صح. العطاء لهذا العمل يعني. وغير هذا من الميزه الثانيه اللي في بشاير تقرا وايد يعني من النوع اللي مثلا عن التخصص عن التخصص نفسه انا واحد ما احب اقرا كثر ما احب احضر لكتشر انه ينقال لي الكلام حلو هي لا كدراسات ككلام على طول تمشي معاهم اول باول الحمد لله زين وبشاير انت كل شيء عندك بالنسبه حق مو شرط تمدحينه شوف هو قال عني شيء زين انا بقول عليه شيء زين لا بقول شو قال عنك قال ان بشاير مو منظمه مكتبي هو الظاهر شايف مكتبي بالدوام يعني لا ما قلت مو منظمه لا شوف البنات دائما يعني خلينا نمدح احمد الحين حرام يلا ما مدحنا يلا من الشغلات الزينه باحمد انه يعني وايد دمه خفيف فالشغل ما كان يعني عمره ما كان ممل ماكو يوم بالدوام ممل ابدا فاتوقع حتى مراجعين يعرفون هالشيء يعني ما يجي ساعات منفس ولا خلق صعب احمد صعب حتى لو منفذ ضايق خلقه على اخر الدوام بس ويجي ويها منفذ خلقه هذه شغله الشغله الثانيه انه هو وايد متفهم يعني باله طويل يعني وايد حلو انت بالدوام تحتاج بالتيم انه يكون شخص باله طويل معك ودمه خفيف بنفس الوقت يهون عليك اذا تعب هو القلب على لسانه في شخص روحاني اللي بقلبه على لسانه اللي بقلبه على لسانه دائما يكون في شخص روحاني تحتاجه بالعمل علشان انت ساعات اذا هبط مستوى العطاء عندك هو يردك حق وضعك السليم بالضبط فهو اللي يرفع معنوياتك الروحانية لأن البنت ساعات إنه وايد تحلطم إيه؟ بلش بالطقة الحين تحلطم وايد ولا بلش بالطق ولا احنا بعض خلصنا أنا بالنسبة لي كانوا وايد يقولوا لي قبل المقابلة قولي عيوب بشاير لا تقول عيوب بشاير أكبر عيب وايد حاتي حاتي قلقة قلت لك التحلطم وايد لا 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 ما تحلطم بس احاتي مقابلك اليوم انا اقول لك 100% يمكن المعد داق عليه 15 مره تقول شو الاسئله؟ يعني قلقة في قلق؟ شفت انا ما قلت له بس يعني يعرف عني هالشيء شو الاسئله؟ زين قول لي لا طلعني على الهواء بدون ما ادري شو الاسئله ابي اعرف ما ابي اطلع في شيء وانا مو مزهبت له 100% احب اكون عارفه الوضع شنو بيصير يعني حتى لو احنا وايد هم نطلع محاضرات انا بالوقت بالوقت؟ مضبوطه يعني مو نفس انت جاوبين عن هالسؤال شلونك ويا الوقت انا الله بالخير والله ملتزمه لاحظت ويانا ملتزم الوقت بالضبط اضرب باثنين حلو انا يعني اضرب بواحد انا 10 دقائق اضرب باثنين شلون بعدين يعني شوف خليني اقول لك سالفه عنها مره بشايخ كان عندها سفره بدبي حلو راحت يومين ثلاثة ايام واليوم اللي وراه عندها محاضره المفروض يعني رايحه ارتاح استانس فتبي تروح هي كانت رايحه كذي دقت قالت انا بروح دبي حلو الله وياك في خلال الثلاث ايام بشاير قاعده بالفندق ما طلعت من الفندق حلو. قاعد ذهب المحاضره لما ترجع من الاجازه يقول لك ها شلون الرحله ويا الاهل وكذي يصير فيك انا ترى اي ما طلعت يعني من الفندق ليش قاعده ذهب حق المحاضره محاضرتك يوم الاحد يعني عندك اربعاء وخميس اتفق وياك لان سالتنا قبل شوي قالت صوتي واضح حاتي حاتي بعد وايد من النوع اللي لا انا اقول لك ليش النوعها نوع الطالب الوقت الامتحان يقول لك درست ايوه وشنو وحاتي وشنو اخر شيء تشوف النتيجه 100% ايوه هو دارس من قبل شهر هذه 100% بشر كله مستعده كله لا خايفه متوتره دش ما في شيء ايش تروح تطلع وصدق فعلا جتني يعني كنت اطلع الاولى بايام المدرسه و اتوقع برابع متوسط طلعت الاولى على المدرسه كلها ما شاء الله انت لا تقول مدرسه ترى انا البس نظارتي يعني كانت نظاره ومع كتابي وعجفه ودسته لا تشوفونها ما اقشش بالامتحانات النظاره اللي قاعد بطل بعد هذه حصه نروح مؤتمر اقول لها بشاير زين النوت ملوتي ليش ما اخذت النوت انت ليش ما اخذت نوت انا ما اعطيك ملوتي يا بنت الناس تعالي عسى الله يقويكم ويحفظكم عسى الله يحفظكم شاكر تواجدكم ويانا استاذ احمد مشكورين على استضافتنا يعطيكم دواكم الله وان شاء الله اشوفكم من انشطه وانشطه اكثر واكثر فعاليه مع المجتمع ان شاء الله اتمنى وعسى الله تشاركونا ان شاء الله باذن الله بس انا عندي طلب لكم ضعفوني
تحتاجين ما تحتاجين لا احتاج احتاج 4 كيلو 5 كيلو بس هذه الطاوله بس صوري وياها لا تقليد الصوره هذه الصوره فقط هذه صوره انستغراميه سيلفي والله حصه شوفي فنيان القهوه ما يمشي بدون صدق انا اخرب هو المخرب طلع هو المخرب اليوم عندنا مسابقتنا يلا مسابقتنا اي منطقه بلاد القار بلاد القار وليش سموها بلاد القار يلا خلينا نشوف مع زميلنا خالد البناو المسابقة شنو مع مشاهدينا ومشاركينا تواصل معاكم.